امشي قدامي لعند امي ما بدي اسمع ولا كلمه. امشي قدامي لعند امي وما بدي اسمع ولا كلمه. عدي هالليله على خير ولا تكبري راس. اليوم نروح نتعشى عند امي وغير يوم نروح نتعشى عند امي. امشي قدامي ما بدي اسمع ولا كلمه. مرق هالليله على خير وما بدها تكبير راس. يوم نتعشى عند امي وغير يوم نتعشى عند امك. تفضل امشي قدامي ما بدي اسمع ولا حد. عم اقول لك الموضوع انتهى عند ماما يعني عند ماما. الموضوع انتهى عند ماما يعني عند ماما. عم اقول لك هلا بنكون تاخرنا على ماما وامي بتكون ناطرتنا ونحن مقضينا ماما وماما. انا عم بقول لك تاخرنا على ماما وماما هلا بتكون ناطرتنا ونحن مقضينا ماما وماما. كلمتك يا رولا ما رح تمشي علي. كلمتك يا قصي ما رح تمشي علي. اسمعي رولا انا تحملت كثير لهون وبس انا ما عاد اقدر اتحمل. وانا كمان تحملتك كثير ولهون وبس انا ما بقى فيني اتحمل. شو يعني ما رح نتفق؟ وبلا ما نتفق ومن هلا احسن من بعدين. بس لا تقولي لي كلمه طلاق وما طلاق. ايه طلقني قصي. شو عم تحكي جد؟ ايه عم بقول لك طلقني. طيب يا رولا بس تذكري انه هذا القرار قرارك مو قرار. ايه انا صاحبت هذا القرار وما رح اتراجع عنه ويلا طلقني. شو ناطر رولا؟ انتي قصي. انتي يا رولا قصي. انتي اوعك طلقتي لي خلقي. بسببك ماما صارت متصلة 10 مرات وما كنتي تعرفي انه انا ما بغير كلمتي. القصة قصة مبدأ. هلا فرجيك يا قصي. وهي قاعدة مو بس قاعدة ونومي كمان. ماشي يا رولا بدنا نشوف كلمة مين بدها تمشي. انا رجال البيت عينو. شو قلت ما سمعت؟ أمرك بنت عمي. علي صوتك. أمرك بنت عمي. بنت عمك وشو؟ بنت عمي وكسرت راسي. وكلمتي شو؟ أوامر يا ست الكل. وكلمتك شو؟ ما لقيمة. برافو عليك هلا أنت عيني. أنا بأمرك يا بنت عمي. عم تحكي مع أمك شي؟ لا يو معقول اتصل فيها؟ أنا ما بتصل فيها لحتى أخذ الإذن. أصلاً أنا ما بنام الليل كله إذا أنت زعلتي مني يا كسرت راسي. وامك عم تجي لهون شي؟ انا خليها تجي لهون بدون اذنه. يلي بتقولي عليه بيمشي. برافو عليك هيك بدي اياك. يلا انقلع من وشي بدي احكي تليفون مع امي. بدك تحكي مع امك؟ ليه في عندك مشكله؟ لا لا شو عندي مانع بالعكس بس انا بدي اياك تسلميني عليها وتخليها تزورنا. مو شغلك يلا روح اعملي 3 بواحد. بامرك يا ست الكل. الله يخلي لي اياكي وما يحرمني من هالوش الحلو والاصابيع اللي بشله. يلا روح درمل من هون وساوي لي فحم معك. مو على راسي. بسرعة يلا. شو قلتي؟ أمرك ابن عمي. لا لا ما سمعت علي صوتك. شو قلتي؟ عبول أمرك ابن عمي. ابن عمك وشو؟ ابن عمي وكسر راسي. وكلمتي شو؟ أوامر يا سيد الكل. وكلمتي؟ مثل قلتها. أيوة أنت هلأ عيني عم تحكي مع أمك شي؟ لا أيوة شو اتصل فيها؟ ناطرة لتعطيني الإذن ابن عمي. أي والله الليل ما بنام وإذا كسرت كلمتك. عم تجي لعنا أمك شي؟ لا أيو معقول خليها تجي من دون إذنك؟ أعوذ بالله. أيوة هيك بدي إياكي. هلا انقلعي من خلقتي بدي أحكي مع أمي. بدك تحكي مع أمك؟ إيش في مشكلة؟ سلم علي أمانة وخليها تزورنا. مو شغلك روحي اعملي هات شكلك.
بتأمر أمر سيد الكل، الله لا يحرمني منك تاج راسي. يلا درب لي من هون وروحي ساوي لي فحمتين على السريع. يلا. حاضر ابن عمي. بسرعة نقلع من خلقتي. حاضر تاج راسي. يا لطيف، شو هالكابوس؟ شو بنحل هالقصة ولا؟ وليكو بسد كوباسات ما بعرف شو هي. فيك شي؟ انت فيكي شي؟ لا انا هلا صرت منيحة. بحبك. وانا بحبك. روحي منضل هيك يعني، قالوا قلنا وقلنا وقالوا. معقول أول سنة تكون حب وغرام وانتقام والسنة الثانية تكون كلها نكات؟ طب بيبي شو أعمل؟ أنت بتعرف طبعي، أنا مالي عنيدة، بس أنا ما بحب أعمل شي غصب عني، شي مو مقتنعة فيه، ما بحب ساوي. أنت ليش تعاندني؟ ليش أنت ما بتعرفي راسي يعني أنا؟ أنا عنيد وراسي يابس، وما بتراجع عن شي بعمله. ها يعني شو بتخسر لو رحت لعند ماما؟ شو كان صار؟ يعني شو كان صار لو رحتي معي لعند امي؟ انا هيك ما بحب تنكسر كلمتي، بعدين يعني انا رورو وحبيبتك حلوه الاموره الدلوعه الصغيره، معقول ترفض لي طلب؟ لا مالك حق ترفض لي طلب. لك يا روحي، انا رجال البيت وكلمتي بدها تمشي، هي لا كلمتي ولا كلمتك، يعني تعادل صرنا. اي تمام، يعني واحد بواحد. بس تعادل ايجابي. مو أحسن ما يكون سلبي؟ طيب وهلأ شو؟ ما بعرف. شو ما بتعرفي؟ أنا بقول لك شو، أنا جوعان كتير. يا قصي وأنا كمان ميت جوع. طيب شو عنا بالبرة؟ ما عنا شي، حتى الطبخ ما طبخت وحواضر ما في. شو بدنا ناكل؟ شو رأيك سندويشات زيت وزعتر؟ زيت وزعتر؟ إيه شو فيها؟ ماشي أمري لله. طب يلا قوم ساعدني. هلا كمان بهي بدها مساعدة؟ ايه قوم ساعدني. خلص رولا، قومي اعملي كاستين شاي مع سندويشتين. قومي. ايه لا ما حذرت حبيبي، قوم ساعدني وانت ساوي الشاي. لك انا رجال البيت وكلمتي اللي بدها تمشي. ايه ما حذرت، قوم ساعدني بالشاي. شكلك بدك ترجعي تكسري كلمتي. لكن انا تكسر لي كلمتي؟ قومي يا بنت الحلال، اعملي سندويشتين زعتر وكاستين شاي، قومي يلا. وانا عم بقول لك قوم ساعدني بالشاي. يا بنت الحلال انا رجال البيت. كلمتي اللي بدها تمشي. ايه لا هيك ما رح نتفق. وعمرنا ما نتفق. وهي نومي. وهي نومي. نوم تايم. جوزنا وطلبنا السدرة، كان هدفي العيلة والعشرة، حبيتها من أول نظرة وصار المكتوب. جوزنا وهدية الحكاية، أما رايحة وأمي جاي، طلعت لي قصص بخباية وشي مو محسوب.